اهتز العالم الإسلامي وتأثر بعد التطورات التي عقبت انتشار وباء كورونا، بدءا بغلق المساجد وتوقف الطواف بالكعبة وتعليق العمرة واحتمالية إلغاء الحج إذا استمر الوباء. كما أجازت بعض الفتاوى إفطار شهر رمضان في حالة إذا ما قرر الأطباء وثبت علميا أن الصيام سيجعل الإنسان عرضة للإصابة والهلاك بفيروس كورونا. وأمام كل هذا يطرح التساؤل، هل ما يحدث هو غضب إلهي حرم المسلمين من دخول بيوت الله وتأدية مناسك العمرة والحج، وقد يحرمهم من واحدة من أعظم العبادات ألا وهي صيام شهر رمضان المبارك؟ أو تكون نذر باقتراب قيام الساعة وظهور علاماتها الكبرى، خاصة وأن معظم علامات الساعة الصغرى حدثت وانقضت، وهناك احتمال وارد وهو أن هذا الفيروس صناعة بشرية أو تدخل البشر في صناعته وتطويره، وطبعا شياطين الإنس وأعداء الإسلام، وذلك بهدف صرف المسلمين عن بيوت الله وعن الحج والصيام، وبالتالي ضربهم في أركان الإسلام. فهناك آراء متعددة تعتقد أن فيروس كورونا صناعة بشرية، فليس بالأمر الهين أن نصرف النظر أو نتجاهل أكثرية التصريحات والتحاليل والتحقيقات الصحفية والإعلامية التي نتابعها على الهواء مباشرة أو تلك المدونة على شبكات الإنترنت، خاصة براءة الاختراعات المتعلقة بالفيروسات المصنعة مخباريا والمطورة جينيا التي يصرح بها رؤساء دول عظمى وخبراء في علم الأوبئة والبيولوجيا. فحواها أن فيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19 هو جزء لا ينفصل عن الأسلحة الجرثومية المستخدمة في الحروب العصرية الكونية والموجهة أساسا ضد الأنظمة المتنافسة الرأسمالية، وبطبيعة الحال الضحايا هم شعوب العالم الخاضعين لتلك الأنظمة. وهو أي كورونا المستجد صناعة بشرية صرفة، وليس فيروسا طور ذاته طبيعيا أو مصدره الخفافيش أو ربما كما قال البعض الأفاعي الصينية. وبالرجوع إلى علامات الساعة وهي ما تسبق وقوع يوم القيامة، وهي العلامات التي تدل على قربها، وقد قسمها العلماء لعلامات ساعة كبرى وعلامات ساعة صغرى، وهي ما تتقدم حصول يوم القيامة بمدة طويلة، ومنها ما قد وقع وانقضى، ومنها ما لا يزال يتتابع ويظهر، ومنها ما لم يقع بعد. ولكنها علامات حق أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وعلامات الساعة الكبرى هي أمور عظيمة يدل ظهورها على قرب القيامة، ولم يتبقى عليها سوى زمن بسيط لوقوعها. وقد تم ذكر علامات الساعة الكبرى والصغرى في العديد من الأحاديث الصحيحة الكثيرة، ومن أشراط الساعة أن تهجر المساجد وتتخذ طرقا لا دغرا للعبادة. وهناك العديد من الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، فقد أخرج ابن خزيمة والبغوي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين، وفي رواية أن يجتاز الرجل بالمسجد فلا يصلي فيه، وعند الطبراني وحتى تتخذ المساجد طرقا فلا يسجد لله فيها. وأخرجه الطيالسي بلفظ: إن من أشراط الساعة أن تتخذ المساجد طرقا. وهذا ليس فيه تعظيم للشعائر الإسلامية، فإن المساجد لم تجعل لمرور الناس منها بل للعبادة. ولم يتوقف الأمر على ذلك في بلاد المسلمين، بل أصبحت المساجد فيها آثارا سياحية شاهدة على الديانة وحسب، أكثر من أن تكون دورا للعبادة ويدخلها الكفار، بلفظ لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، ويكون آخر الأمر أن تهدم الكعبة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ويسلبها حليها ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في آخر الزمان يخرج ذو السويقتين من الحبشة على الكعبة. قال: حسبت أنه قال: فيهدمها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استمتعوا من هذا البيت، فإنه قد هدم مرتين ويرفع في الثالثة.
كما أن الحجر الأسود سيرفع. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا استلام هذا الحجر، فإنكم توشكون أن تفقدوه بينما الناس يطوفون به ذات ليلة إذ أصبحوا وقد فقدوه. إن الله لا يترك شيئا من الجنة في الأرض إلا أعاده الله فيها قبل يوم القيامة. وأيضا فإن خراب المسجد النبوي والمدينة من علامات الساعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي الطير والسباع، ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة، ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما والله يا أهل المدينة لتدعنها مذللة 40 عاما للعوافي. قلنا: الله ورسوله أعلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما العوافي؟ قالوا: لا. قال: الطير والسباع. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تخرب المدينة قبل يوم القيامة 40 سنة. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليسيرن راكب في جنب وادي المدينة فليقولن: لقد كان في هذه مرة حاضرة من المؤمنين كثير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آخر قرية من قرى الإسلام خرابا المدينة. وكخاتمة: فبكل الأحوال، سواء كان ما يحدث غضب إلهي أو تنبيه بقرب الساعة أو كان فعلا شيطانيا من أعمال أعداء الإسلام، فلا يخفى علينا أن ضعف أمة الإسلام وبعدها عن شرائع الدين وتفشي المعاصي والمجاهرة بها يكون السبب الرئيس لما آلت إليه أحوالها. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء وردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء وردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. أحباب محمد، فضلا لا تنسوا دعمنا بترك إعجاب وتعليق، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على جرس التنبيهات. والسلام عليكم.